في مواجهة لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض، منتخب مصر ومنتخب الكونغو وجها لوجه في دور ال 16 من بطولة أمم إفريقيا. لايك وشير ومتابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد، وحلقتنا النهاردة هتلاقي فيها موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة وتاريخ مواجهات الفريقين. ويلا بينا نبدأ حلقتنا بموعد المباراة. المباراة 28/1 الموافق الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة عبر قنوات بين سبورت المشفرة القناة الجزائرية الأرضية وأونسبورت الأرضية. ندخل على تاريخ مواجهات الفريقين. المنتخب المصري قبله قبل كده تقابلهم 12 مواجهة، فازت مصر في 8، الكونغو فازت في 1، والتعادل كان في 3 مواجهات. منتخب مصر أحرز 25 هدف ومنتخب الكونغو أحرز 22 هدف. منتخب مصر صعد إزاي ومنتخب الكونغو صعد إزاي؟ خلينا نعرف. منتخب مصر لعب 3 مباريات في دور المجموعات ومنتخب الكونغو لعب 3 مباريات. منتخب مصر اتعادل في 3 مواجهات، ايضا منتخب الكونغو اتعادل في 3 مواجهات، متساويين في كل شيء. يبدو ان احنا هنشوف مباراة مقفولة من الفريقين. التشكيلة المتوقعة من وجهة نظر رودي فيتوريا في غياب محمد صلاح وغياب ايضا امام عاشور وغياب محمد الشناوي، والغيابات تضرب المنتخب الوطني، ولكن التشكيلة كما هي امام حضراتكم. التشكيله المتوقعه ابو جبل هيكون في حراسه المرمى، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله ويبقى اسد في حراسه المرمى. امامه 2 مساكين، احمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني على الجنب اليمين، وعلى الجنب الشمال محمد حمدي، وفي خط الوسط مروان عطيه وحمدي فتحي، وهيعوض غياب امام عاشور محمد النينيه. وفي الهجوم هيلعب الثلاثي مصطفى محمد واحمد السيد زيزو، وهيبدا بمحمود حسن تريزيجيه. دي تشكيله منتخب مصر المتوقعه للمباراه. مباراه لن تكون سهله، كل التوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله ويكسب ويصعد لدور الثمانيه. كلنا ثقه في لعيبه المنتخب الوطني، كلنا ثقه في الجهاز الفني، كل جمهور مصر بيقول يا رب انصر المنتخب ان شاء الله في مباراته غدا. منتظر محاضراتكم، لايك وشير ومتابعه للصفحه يوصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.